الهلال وكنرحبوا بالبرازيليين البرازيليه كامله العالم، وكنشكروا طنجة والوالي ديالها. كنتمنوا ان شاء الله يزيد يطور هذه الشهاده، وكنشكروا طنجة على هذا التنظيم ديالها كامل. شكرا. السلام عليكم، كنرحبوا بجميع برازيليين جميع السعوديه الهلال السعودي. ان شاء الله 3-0 الليل، 3-1 الليل، دائما الكره عربيه وبما طنجة. احنا كجمهور مغربي جينا نشجعوا اخوان الاشقاء العرب السعوديه، وان شاء الله حتى اذا كانت الاهلي غتلعب عليها حتى هي نشجعوها ان شاء الله، واي فريق عربي ان شاء الله نشجعوه. ونتصرع في الدرع، ما كاين حتى مشكل، احنا خوت دائما عنبقاو خوت، وما عمر تبدلنا العروبه ديالنا، ما عمرها كتبدل شي حاجه. هلا والله كافو، ارحب يا بعد قلبي. هلا والله، هلا 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 هذا واعر، والله العظيم خافين على القلب. حيك الله. الاداء الهلال اليوم روعه، خيالي، الهلال العالمي، الهلال ان شاء الله بطل كاس العالم للانديه. وشكرا للمغرب على هذا التنظيم وهذا الجمهور، شكرا جزيلا من القلب. صراحه الجمهور اليوم حل اول اللي حل المباراه. مرحبا. اداء فريقنا قوي، الهلال ما يحتاج، الهلال زعيم. تطور الكرة صار وايد حلو، وان شاء الله الاستمرار ان شاء الله. وين مدريد؟ وينك يا مدريد؟ تعال يا مدريد، تعال 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 مع مدريد. توقعاتك مع مدريد؟ توقعاتي مع مدريد خسرانين. Say what? I just lost. This is football, bro. I just lost. Good luck for you on the final, man. Good luck. احنا كجمهور ديال مدينة طنجة جينا اليوم باش نساندوا الفريق العريق ديال الهلال السعودي، اللي نتمنى ان حتى الاهلي المصري باش يفوز على ريال مدريد ويكون نهائي عربي عربي. ديما مغرب، ديما مغرب. مرحبا بضيوفنا الكرام في المغرب، كنتمنى للهلال السعودي الفوز، كذلك الاهلي المصري. الله ينصر سيدنا خالص الملك. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. نتفرجوا في فلامينغو مع الهلال، الحقيقه كان ماتش مزيان، والرونق اللي ضافوا له هو الجمهور ديال فلامينغو اللي عملوا مجموعه ديال الهتافات وديال التشجيع ديالهم بواحد الطريقه حضاريه، واللقاء كان مزيان. والحمد لله احنا فرحانين باللي ان الهلال هي اللي انتصرت في الاخير، وهذا نجاح ديال تنظيم المغرب ونجاح ديال مدينه طنجه بالخصوص اللي نظمت هذه المباريات. كنت في غاية الروعة، يعني كان ماتش مزيون، و كنطلبوا الله، يعني حنا كنشجعوا يعني الهلال على حسب بلد عربي، و كنطلبوا الله يعملوا شي حاجة، و التنظيم في مستوى، و كنوجهوا تحية يعني للسلطات و الناس اللي قايمين بالواجب ديالهم. شكرا. حنا جينا من كازا باش نتفرجوا في فلامينغو الهلال السعودي، وكنا بغينا الفلامينغو تلعب مع الوداد البيضاوي، وما حد ما كتبش الحظ ديالنا ان شاء الله، وجينا نشجعوا خوتنا السعوديه الهلال، وكنتمناو ان شاء الله سعد النصيري يقدنا الوداد ان شاء الله ونوصلوا الالقاب ان شاء الله. الصراحه كانت مزيان في المستوى هنا في مدينه طنجه، واخا تابعنا المقابله بحسره، لان مستوى المباريات كان بامكاننا نشاهدوا اليوم فريق الوداد اللي كان ممكن يوصل للنهائي، لان مستوى فريق فلامينغو ومستوى فريق الهلال ماشي مع الاسف ماشي شي مستوى اللي غيخلق مشاكل لفريق الوداد البيضاوي، ولكن ما كانش انتدابات، ما كانش تحضير في المستوى. نتمنى رئيس الوداد سعيد النصيري يراجع الاوراق ديالو، لان ما يمكنش
الفريق يبقى بلا مدرب واحد لمده وتابعوا مونديتو تابعوا دوري ابطال افريقيا. وكنتمنى غدا ان شاء الله فريق الاهلي المصري يتخطى حاجز ريال مدريد باش يكون نهائي عربي خالص ان شاء الله في المونديال. الهلال السعودي يتفوق ب3-1، ولكن رغم الخساره فلامينغو البرازيلي كيبقى فريق جيد. ديما الحمس الجمهور المغربي معروف ب التشجيع ديالو لكره القدم، وفريق اتحاد وجمهور ديال اتحاد طنجه مدينه اتحاد طنجه حتى هو تنشكروه بزاف على هاد الروح الرياضيه. هو هادشي اللي كاين الان. كنا كنتفرجوا الهلال السعودي الحمد لله مثل العرب في احسن الاحوال، فاز بهذه المباراه ان شاء الله، نتمنوا يكون في فينال ان شاء الله. وفريق ريال مدريد تصور نتفرجوا ان شاء الله. مرحبا. كانت مقابله مزيانه اليوم ما بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، كانت مقابله جيده الصراحه، تمتعنا فيها، فاز فيها الهلال 3-2. وكنتمنوا الخير للهلال القدام ان شاء الله، حيت كيمثل العرب كيمثلنا كاملين ان شاء الله. وان شاء الله الدوز هي والاهلي المصري ان شاء الله، والعرب دائما فوق الفوق ان شاء الله. اليوم كنهنيو الفريق الهلال السعودي على فوزه على الفريق البرازيلي، وقام بمقابله جيده، وكنتمنوا على المدريد يعني تقوم بمقابله جيدة إن شاء الله، ونتمنى الفوز للفريق العربي. وهذا يعني الكرة العربية على الصعيد العالمي بأن بدأت كتطور، ونطلب ربي إن شاء الله الفوز لكل فريق على الصعيد العربي.